ميسيون امبوسيبل سبيسيال رمضان برهان بسيس على EFM احلى راديو. يلا الماضي ساعتين وثمانية دقائق تسمعوا فينا في ايميسيون امبوسيبل حلقة الاربعاء 29 مارس 2023 مباشرة. ظهر لي هل يندرى نعوموا على بحيرة؟ سادي بون بحيرة شنو؟ معدنوس؟ كلافس ام بترول؟ دراسة امريكية تتحدث على بحيرة والخبر انتشر عاد ونجيب تزيري ندخلوا لهنا ليفام يقولوا له يا نجيب باش نجيب رجع لي فلوس، يقول لي ها البحيره عندها باش تدخل في الاستثمار امورنا مريقله ويقعد فينا مشاكلنا باش تتحل بعد البحيره مشاكلنا باش تتحل، ويا ويلو اللي ما يصدقش البحيره وها وجاي خير طبعا طبعا بحيره البترول بناء على الدراسه الامريكيه العجيبه دراسه امريكيه هكا قالوا دراسه امريكيه. يلا الفري فود لنفو في الحكايه هذه مع الجميلة أريج الحمرودي. برهان مرحبا بكيف مستمعي إذاعة EFM. ماهيش المرة الأولى اللي نحاولوا نجاوبوا فيها على السؤال هذية اللي ديما يتسأل، هل فعلا عنا بترول؟ شنو الأبار اللي عنا بالضبط؟ كل بريود تطلع دراسة جديدة تقول أنه تونس تعوم فوق البحيرات من البترول، شنو وضعنا الطاقي بالضبط؟ مش أنا باش نجاوب، معنا مباشرة عبر الهاتف سيد خالد بيتين الرئيس المدير العام لشركة عجيل باش يحاول يعطينا حقيقة الوضعية بالضبط. ألو عسلامة سي خالد. عسلامة، مرحبا بك يلا، مرحبا، شكرا على الاستضافة وشكرا لك على تلبية الدعوة. لو كان توضح لنا حقيقة وضعنا الطاقي وشنية حكاية الدراسات هذية اللي ديما تقول انه نحن عنا برشا بترول. سيرش وحاول بربي يا أستاذ ما يسيرش يكذب علينا، ما يسيرش عطينا بترول خنشيخو على شوية هذية شوية بترول، ما نكون يدك كريمة معنا يدك مطلوقة ما يسيرش. اوكي وهو كذلك. شوف سي برهان، اول تفضل اي نفط والبترول هذا ما عمره ما ينجم يكون معناها كيما برشا ناس يتخيلوه، راهو بحر يجري تحت الارض، معناتها نحفروا نحفروا حتى نلقاوه كالبحر ونبداو نجبدوا منه. نو سي بعيد على هذا كل البعد. هو البترول معناتها يتوجد في يسموها الصخره، معناتها ثم روش كيما نقولوا احنا نتخيلوا مثلا الاسفنجه هكا، معناتها تبدا ام بي بي معناتها في وسطها البترول. تفضل 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 نسمع فيك. اي هكا من وسط هكا الصخره. تفضل تفضل سي خالد. ابارامون البلاصه كانت بدلها ما فماش ريزو، صوت قاعد يقص نفس البارح. للاسف فما مشكله في نعاودوا الاتصال زعما بترول رجع. اي اي تفضل سي خالد تفضل. ماهوش حاجه سهله، فيه دراسات تصير، فيه استكشاف يصير، فيه مسح جيولوجي يصير عبر آلات متطورة إلى آخره، معناتها دونك هيك دراسة الجيولوجيا نتاع الأرض يستشف منها أنه ثم مؤشرات أنه دل على أنه إمكانية النفط ولا الغاز موجود في العمق نتاع الأرض على مستوى مثلا 2000 3000 4000 حتى 5000 متر، معناتها في عمق الأرض. الدراسات اللي خرجت هالأيامات الأخرى هي مجرد دراسات نظرية، أو حتى كان تقول ثم دي بريميس ولا ثم مؤشرات لا يمكن الجزم بأنه سي النفط موجود والغاز موجود. إذا كان ما وصلتش أنت تحفر بير باش تجزم به تأكد به أنه ثم هذا ولا مش موجود، ولكن ثم مؤشرات قديمة هي رأي الدراسات، مش عارف علاش خرجت توا. هو السؤال الكبير اللي طرح أنه خروجها الآن بالذات وبهذه الكثافة يطرح سؤال، ممكن هذا ينجم يجاوبنا عليه سي نجيب من بعد. دونك سي نجيب ممكن ينجم يبدو هو اول معناها واضح الاستاذ خالد يتهم مباشره سي نجيب انه المسؤول على الاشاعه هذه. والله كاني ذكرت برا قاعد في القهوه عمل سيجار وقال ايش قولك، كان سايبه حكايه الدراسه الامريكيه شكون الله اعلم. لا 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 هو يجاوب علاش، قلت لك علاش خرجت في الوقت هذا اي وشكون خرج. لا انا مشيت لبعيد اللي اتهمت هو اللي خرجها. نعرفك انت ديما تمشي لبعيد، اما هو ينجم يجاوب علاش خرجت في الوقت هذا. انا قلت نجيب بالذات ينجم حتى انا ولا انت بيدك تجاوب، معناه الظرف اللي توا معناتها يعيشوا العالم وتعيشوا تونس شوي، ثم ناس هيك ما نعرفش كان
تتآمر شوية ولا تخرج شي حاجات اللي هي ماهيش وقتها. علاش بور انكور بيرتيربي معناتها المشهد معناتها ولا الناس معناتها نحيروهم أكثر. لكن أنا أقول هذه مجرد دراسات تنجم تكون ثم مؤشرات في الماء نتاعنا في بحوراتنا معناتها في السواحل نتاعنا وإلا في الأرض ولا في الصحراء، لكن هذا يتطلب مزيد من الاستكشاف معناتها والدراسات الجيولوجية المسح الجيولوجي هذا اللي به هو بعد إذا كان ثم دفري زانديس إذا كان ثم مؤشرات جدية نمشي لما هو أهم وهو الحفر في نقاط معينة والمعتها من أجل الإنتاج نتاع النفط والغاز. لكن أنا هي سألتني شوية وأنا دانيال ما معناتها حتى خرج في إميسيون معناتها في قناة تلفزية حكيت على حاجة أنه في الجنوب التونسي في الجنوب في حوض غدامس ثم بعض مؤشرات ثم شركات خاطر خدمة ولقات بعض مؤشرات تدل على أنه ثم ما يسمى بالنفط الصخري والغاز الصخري معناها هذا الغاز دوشيست دوشيست والبترول دوشيست. وأنا وقتها نقول لما لا معناها يقع حفر بئر أو بئرين نموذجيتين معناها دو بوي بيلوت اللي من خلالهم هما على الأقل نتمكنوا من تقييم المخزون الموجود. إذا كان ثم مخزون موجود وكبير وقتها ناخذ ديسيزيون سي خالد فيه ولا سي خالد ألا يكون القصة بتاع هذه الحوض في غدامس هي الموضوع اللي كان متاع لقاء رئيس الحكومة ومديرة عامة لإحدى أهم شركات النفط النمساوية تنقيب على النفط؟ عندك فكرة على اللقاء على شنو تم؟ اللقاء نعرف أنه تم لقاء خاطر الإعلام ماما، لكن صدقني ما عنديش فكرة على فحوى اللقاء وما نتصورش ما نعرفش جي بي با ديفيني ما نجمش نقول لك معناتها علاش اللقاء. احنا على خاطر او ام فيرا وعندنا معها ديجا معناها مصالح ما عندنا ديجا حق النوارة هذاك واخذته او ام في النمساويين هم اللي يخدموا في نوارة اي بالطبع هو في بالذات هي اللي تخدم في نوارة هي والشركة المؤسسة التونسية لنشاط البترولي. وبلا سؤال على ذكر حوض غدامس الحقل بتاع برج الخضرة موجود في الحوض هذا؟ اي موجود غادي في البارتي هذيك. شكرا. ثم شركة معناها خدمة غاديك معناتها وخرجت هي من تونس ويد وأنه عندها ديزانديس معروفة الشركة اللي خدمة غادي وش ديز بركة عندها وخرجت. نعم اي لا اكدت كلامك صحيح. اي بيان سور الشركه الامريكيه كانت تخدم غادي وخرجت. بارك الله فيك. ولكن هي معناها تقول ربما ثم مؤشرات خاطر هي كانت غادي وكانت معناتها تعرف طبيعه معناها الجيولوجيا نتاع الارض هذيك معناتها وهي الباسان حوض قدام هذايا حوض مشترك ما بين ليبيا وتونس والجزائر والجيولوجيون ومعناتها شركات النفط تعرف اللي كونوا فيه ثروات موجوده كسسوا في الجزائر والا في ليبيا معناتها في البارتي نتاع الحوض هذا. واحنا عندنا فيه راهو نسبه معينه ما نعرفش الفاريتي ما بين 15% و20% من التريتوار هذا كان تاعنا ارضنا ارض تونسيه. واذا كان ثم غاديك في الحوض هذايا راهو احنا باش يكون عندنا زاد موجود. ولكن احنا علاش ما نقول انا ما نقيموش المخزون الموجود ينجم يكون كبير واقتصادي ومربح وقتها النجم نمشي فيه ومعناتها ونخدمه ونقدمه. وإذا كان هو معناتها كميات ضئيلة وما تخلصناش وكذا نسكر الدوسيين واضح ونرتاحوا. هذا هو هذا واضح. شكرا لك سيد خالد بهتين على قبول الدعوة على كل هذه التوضيحات. يعطيك الصحة. يلا زياد شنو الواحد شو تقصد فما حاجه في باب الخضره في يقل باب خضره برج الخضره في برج الخضره ثم عمليه ثم حق الدوله التونسيه زي ما تسترجعوا في الحقل هذا في بالذات لانه وقعت فيه عمليه بتاع احاله غير قانونيه دكوردو واكثر من هذا المكلف العام بنزاعات الدوله اظن في 2000 المهم المكلف في 2018 اظن المكلف العام بنزاعة الدوله وقت سلباجي كان رئيس الجمهوريه مشى طعن في هالقرار في هذايا جات التعليمات اللي بالعمي باش يقع في حفظه وقت اللي استينفو هو نفسه المكلف العام بنزاعة الدوله اللي استينف في القرار هذايا تجيه الصطاكه من عند عرفه ويمشي يسحب الاستئناف وزير مملكه الدوله مع شركه بتروليه معينه مع شركه بتروليه
امريكيه اللي شريت المناب نتاع سليم شيبوب. لافير هذيك نتاع ينعم سيدي واللي هو تمت مصادرتها من الدوله وتم التفريط فيها بصوره غير قانونيه. شكون وزير ملك الدوله؟ شكون المحامي نتاع الشركه؟ المحامي نتاع الشركه هو قوسي الباجي الله يرحمه. هو شكون وزير ملك الدوله؟ واشتراها لنفايت نفسه خاطر هو الجيرون نتاع الشركه في هذيك. هو اشتراها فنتي روحه بطريقه غير قانونيه. لفيت وتحقق فيها. والوزير هو سي مبروك كرشيد. حتى تحقق فيها اريج هذه في الفري فود لنفو تعبتوني مشاكل مع الناس كل العيب عليكم قصه لنفو ترافيك ملاك يلا. شلفي باور لو كاربورون بريميوم اللي يعطي الموتور كهربتك اكثر نجاعه وفاعليه. شلفي باور على اي اف ام احلى راديو. يلا 14:22 دقيقة هذه إيميسيون امبوسيبل تسمعوا فيها مباشرة لملفات الشاشة، ولكن يبدو أن الملف الأولاني قبل المسلسلات باش يكون أهزيج رفعها الجمهور الليبي. نسمعوها بعد ردوها مع بعضنا نجيبوش توا طول داخل تفت غنيها كيفاه وماش قالوا يا تونس يا وش العقل البوري ما فيش. هاي خلينا نسمعوا في لقاء بين تونس وليبيا بالطبيعة نخليه لزملائنا أيمن زروق وكبار محليه باش يناقشوا ماتش تونس وليبيا. ما نحن اللي جلب انتباهنا هزيج الجمهور الليبي أبار القوارير هذيك قصة أخرى، لكن السياسة فوق الملعب. بنغازي البارح في بنغازي هي اللعبة في بنغازي، يعني حقل البوري ما فيش يا تونس يا وش. خلنا نسمعوها سيدي الهزيج هذه مش هكا الريج. أيوة نحب نفهموا زيدا شنو تعني بالضبط بالضبط. خلنا نسمعوا في مشي من الجمهور الليبي اللي يسمع شنو يعاون. مبعوثنا بعثناه توا في هاتف مباشرة مع صبراتة باش نفهموا قصة يا تونس يا وش معناها يا وش هذه. ترى خلنا نسمعوا الفيديو موجود. ما فيش يا تونس يا وش البوري ما فيش يا وش البوري ما فيش يا وش يا ليبيا يا فش يا وش عقل البوري يا ودي شفت يا ليبيا يا وش العقل البوري ما فش نفهموا يا وش توا زياد بيجي بنا الخبر اش معناها يا وش. لا كلمة خالدة زعما اي سلت لا شنية يا وش معناها بما يعنيه المرأة العاهرة. ليه هكا يروج هكا ليه صلي يعني بي. والله هذا وين وصلنا؟ هذه خريتها يا بغازي هذه خريتها يا بغازي هذه خريتها يا بغازي هذه خريتها يا خوت إخوة الماء والملح والدم هذه واستقبلناها وكذا زعما. لا لا متأكد لا ما نصدقكش نجيب. أنت تحب تسيء العلاقات لا مستحيل ليبيا. أنا ليبيا وتونس معناتها شعب واحد لا شعبين. كلمة وش المرأة العاهرة يا ولدي يزب لواحد يا تونس تيز خينا قلتها قالها هو ما يزب لواحد إلا بالله. معناها هذه البارح شعارات فوق الواحد على خاطر طرف حقل البوري سي. مش طرف برشا برشا إيه ولكن برشا نجيب كيف تفسر يعني الحكاية هذية معناها توا ولات معناها في اللي معناها الليبيين علاش مشاو في التأويل أنه ولات تونس طالب بحقها. احنا ذكرنا أنه كان فما اتفاقات وكان فما اتفاق معناها ضمني اتفاق لم يعني أبار حكم المحكمة فوالا أبار حكم المحكمة أنه سيتم الاستغلال المشترك للحقل للحقل. اي شبيه أثار ردود فعل غاضبة عند الليبيين وكذا لأن ديما وين فما صوارد حتى في العائلات وين فما صوارد فما عركة فهمني. ولهنا مش بنا روى لهنا باش تعرف السياسة برهان لأنه المسألة سياسية أكثر منها لأنها في بنغازي حتى حقل البوري بعيد. حقل البوري نورمال مو جمهور أهلي طرابلس يغنيه بالضبط في طرابلس في ملاعب طرابلس في بنغازي جمهور حفتر والله يلزم فهمني ولا لين وين فما صوارد فما المشكلات عادية المسألة معناتها والجمهور معناتها الليبي بين اللي هو يتبع في في السياسه في تونس معناتها خذت اون بلير تصنيع انا جاني توا معناها الوش الحمد لله معناها مش الكلام اللي قلته انت معناها بالليبي معناها اللي رقعتك صحيحه وش معناها رقعتك صحيحه. لا هذا هو شي يقولوا في اللهجه الليبيه فلان وش معناها ياسر رقعته صحيحه معناها مش كما قلت انت هذيك في استاديتنا نحن كله استاديتنا نحن يتقال معناها ما تحملش اللغه بتاعكم انتم لهجتكم في تونس نجيب للهجه في بنغازي يا وش معناها صحيح رقعه هذا هو معناها حقل البوري ما فيش هكا ولا زياد
عندنا زوز روايات راه وش صحيح رقعة ورواية جبانة مش تمشي وتزيد توا الروايات راه كل واحد كيفاش باش يحب يقولها حتى لين نتأكدوا كومبليت الأقرب أنها صحة رقعة لأنها تنسجم مع هذا أنت تحب تنسجمها نسجمها توا لا 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 من الأخر وش هو عندي الأصدقاء وين الأصدقاء الأصدقاء أنا زاد أصدقاء ما بالكش أنا يا ودي لا هذيك قال في استاد تونس الكلمة الأخرى بتاع الفاجرة لا لا تلك الفلان كذا والجمعية كذا الفاشرة ودرشرية ديك في تونس يقولوا تخيل عليم يا شباب ما يقولوا ويش لا يا وش ما هي صحة الرقعة ولا هذا هو يا تونس يا وش مرة مثال شعبي هو ورغم ذلك تبقى خايبة وعينه صحيحة ولا درشرية لا 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 بس المهم خلينا نعطيه على الأقل ميساج إيجابي عن أصدقائنا في ليبيا يسمعونا هذا جمهور كورة وجمهور كورة يقول أكثر حاجات أخيب من هكا خي ما جيتناش احنا ما زفرناش على أنا شيد وطنية زي في تونس ما سبيناش دول ما سبيناش عباد ما عملناش لقطات بتاع عنصرية ذكر انت كي كان جورج ويا يلعب مع ليبيريا وهز ليبيريا على ظهره ويصرف على الشعب الليبيري وعلى الأطفال بتاع ليبيريا ضحايا الحرب كي كان جيل تونس على خاطره يلعب في إيطاليا سمعناه كانك الكلمة بطليان اللي حفظوها الشعب التونسي اللي هو اذهب وكذا وكذا هذاك شاش حافظين حتى احنا زادة مانيش واقتصرت الأزمة في ليبيا نحسبوها أكثر كرة شعب نحسبوها أكثر كرة شعب احتضن الشعب الليبي وقسمنا معاه الباهي والخايب بتاعنا هو احنا والليبية ما فيها باس وقت التو العالم الكل يستفيد بالثروة الليبية نحن فم اتفاق ما فيها باس العالم الكل يستفيد بالثروة الليبية اللي غير غير واللي دخل بالسلاح واللي دخل بالكرتون نحن وضعيتنا الاقتصادية تعبة شوية هذو من اخوتنا واجبهم علينا واجبنا عليهم اللي يعملون ما فيها بيس ولكن لا ينبغي لي أين كان أن يسيل العلاقات التونسية ما تتسيقش نحن نسيب وعائلة وعائلة والعائلات اللي في تونس عائلات في ليبيا وغيرها رغم اللي أريش حب تفسد العلاقات لا والمخرج هو يصر أنه يعاود فيها يفش وأريش قالت ما نخدم لما تعدوا للشعار مش صحيح مش صحيح مش صحيح تعرف التصريح بتاع رئيس الدولة اللي انا نعتبره تصريح في غير محله لا الرئيس يودي يحكي على امور تاريخيه لهنا زيد ما نحطوا الكل في نسابه زيد يكونوا موضوعيين زيد يا رجل احنا ديما يا تونس يا وش نحكي ديما على بيرسيبسيون تاك حكيت لك نشوف الكور سبتن عد من باب الطرافه واحد من الخيان في استاذ جابعي في ليبي قال ما ثم في حتى مشكل الاخوان التوانسه يجبدوا على حق البوري البوري في ابني هذايا جاب وثيقه عثمانيه انه طالب شنو تعود للقرن 17 والصدر الاعظم فصل بها ما بين الباي بتاع تونس ما بين بايليك تونس وبايليك طرابلس ايوه حول الملكيه بتاع قفصه لانه تنازعوا الزوز بايليك بتاع تونس وبتاع طرابلس تنازعوا على قفصه ولا يطالب الطالب ولو ووقت الصدر الاعظم فدي قال بلا نعطوه الليبي قال بلا خير رجعوا لنا مال قفصه للدقه رئيس الجمهوريه لم يطالب لا باسترجاع الواحد ذكر انه كان هناك اتفاق والدول عندما تطالب راهي تبعث مراسيل رسميه وتبعث كذا والمساله هذه تقريبا بالجد معناها دخلت في خط متاع تهويل وكذا لين ولينا نسمعوا في استادات معناها هكا والله شيء المخرج فرحان انت توا تحط فيها وتعاود مؤامره ما بينيش من المخرج فرحان تعاود تحط فيها يلا خلينا نقدموا سيدي يلا ملفات الشاشه والمسلسلات ونغلقوا قوس الوش يا تونس يا وش تضحك مرحبا من جديد باش نحكيو اليوم على واحد يا من ليبيا يا وش يا ودي يزي ودي ودي يزي بالله فرش في الستاد سيني جيب تفضل باش نحكيو على واحد من المسلسلات تو برجولية ليش كون قالك حط الشعار هذا انا راهو ما نجمش نكون انا في مؤامره خاطر انا مميتي ام باليبيه دونك ايوه في غناء البحث يجيب والله يا عرفتني والله تبين والمخرج والصباح شفت انفيلوب والله نصحوا في الدوزيام بيغو انا وياك انت نحن بتبعد دوزيام بيغو
خلنا نحكيوا على المسلسل واحد من المسلسلات التاريخيه اللي مسلسل تاريخي زاد برهين زاد يعجبه دونك خلنا نحكيوا عليه اثار برشا جدل مسلسل رساله الامام اللي يحكي على سيره جميل. الامام الشافعي بطوله خالد النبوي اللي شاركوا فيه نخبه من نجوم الفن في مصر سلمى ابو ضيف اروى جوده والمسلسل للسيناريست محمد هشام عبايه واخراج ليث حجو نسمعوا شويه من البرومو نتاعو بعد نرجعوا عليه اثار جدل ولرب نازله يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج حسبي بعلمي ان نفع ما الذل الا في الطمع من راقب الله رجع ما طار طير وارتفع المسلسل اثار برشا جدل بسبب الا كما طال وقع خليتوها تكمل الحكايه انا حبيت ان نكمل فيها باش نحكي عليه تم الانتقادات بسبب بعض الاخطاء التاريخيه واللهجه اللي تحكيت في المسلسل اللي اعتبروها انها ياسر عاميه وهي تتناول في سيره الامام الشافعي ولكن اللي زاد تنبلى في الهجوم اللي صار وصل حتى المطالبه الازهر بالتدخل لايقاف العمل هذيا هو ابيات شعر اللي قالها بطل العمل على لسان الازهر اللي بعد هي نسبت للامام الشافعي ولكنها لشاعر سوري وصلت لي بصناع العمل انهم حطوا تنويه في اول المسلسل منذ الحلقة الخامسة بانه فما مخيلة السيناريست ماهيش كلها وقائع حقيقية للدفاع الدرامي أعمال من نوع هذه عليها أن تكون أعمال أكاديمية دقيقة ولا يسمح فيها في جانب التخيل حتى في اللهجة يعني حسب رايكم يجب يتنضبط للمعطى التاريخي ولا تلجم تجتهد يعني العباد مثلا ما حملوش بعض الاستعمالات اللغويه الامام الشافعي مثلا معناها يقول يقعد ويتغذاوا في بيتنا في الاخر ينكروا عيشتنا عشرتنا أنا قالوا صعيب راه الإمام الشافعي ما نجمش يحكي مراجية يا درش في بالك يا برهان أغلب الثقافة بتاع غزوة بدر وحد جت من فيرم الرسالة للشعوب العربية معناتها هو مسلسل تاريخي فيه سيناريو معناتها فيلم الرسالة فيه طبال يضرب وكذا الوقت ما فماش طبال أصلا تاريخيا الله وعلى حسب كتب السيره فما محصول تحقيق وقتها من كبار محققين بالنسبه للمصر معناتها حبيت نقول الافلام كما المسلسل بتاع الامام الشافعي معناتها الناس تاخذ منه ثقافه لانها محدوده هي الثقافه في المسائل هذه اغلبيتها من السينما ومن المسلسلات والمسلسلات مثل تو اغلبيه مثل كي نحكيوا على التجربه النصيريه نبعدوا على الاسلام شويه فينا اغلبيه من النصر 56 فيلم النصر 56 العدوان الثلاثي وكذا هما واخذين الثقافه منه معناتها لهنا بعد ما عملوا في مسلسل تاريخي لانه حتى فما تغيير حتى في الواحد لانه بعد اربع ايام مش هبطوا هذيك التنويه انه راهو عملوه تاريخي يقول واحد مش تاريخي برشا لانه لازم مختصين جاي كاينه اعتراف هو من صناع العمل بوجود الاخطاء هذه خاطر برين في الاعمال اللي يتقال انها تاريخيه الدقه مطلوبه اكثر خاصه ناحيه اللهجه او المنطوق وخاصه في اللبسه الحقيقه يعني ما تنجمش تكون ماكش عامل دراسه دقيقه لي شنو يلبسوا شنو ما يلبسوش هذه هو بجد البارح يا اخي خالد يوسف كان معنا فلتنا حكايه منه وهذه ما نسيت قلت بينا ما سناش حصلت بعض الاخطاء اي بعض الاخطاء فما بدريات نايك عند عند الجنود في بعض المعارك فما ظهر بدري نايك موجود يحصل تحصل الحاجات هذه انا ظهر لي ربما ننظر النقد بتاعي يتوجه الزاويه في اليخرى نعتبر انه خالد النبوي لم يكن مناسبا لهذا لدور الامام الشافعي لم يكن مناسبا هنقول لك علاش لم يكن مناسبا لم يكن مناسبا لانه في الاداء بتاعه كان الكثير من التكلف والتصنع ثم نوع من الوقار المتصنع فك الوقفة بتاعه فك الاستدارة بتاعه هكاية فك التحرك تشوف الكثير من التصنع كما نقوله مثلا
مثلا بلاي بوي متاع واحد عندنا في تونس نحن تبارك الله وليدات معناها دي جولدن بوي مثلوا كذا ضاف العبدي ما نعرفش انا صديقنا نضال السعدي ياسين بن قبره تشوفهم في دور سيدي بالحسن سيدي بالحسن هكا معناها الدور كما نقولوا خالد النبوي الامام الشافعي كما نقولوا لانه محصور في كادر معين سيدي بالحسن هاو 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 باش يضطر يتكلف لا خالد النبوي هاو 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 باش نعطيك فنتي مثال باش نبين لك وين نحط شو اسمه البطل تاع جبل الاحمر السهيلي نصر الدين نصر الدين السهيلي أي. تمثل رائع للدور نصر الدين هذاك لا نحكي لك بقدر نظر شخص تمثل رائع للدور أي 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 أي. تحس على مقاس واضح واضح الاخر ما عنده حتى علاقه تحسه يتكلف فيه تكلفا واحد واحد زاد كيما هكا بالضبط وزعم على العباد كوب دافريك ما فيش يا كوب دافريك ما فيش اعطيني محمد علي الفرشيشي تجي عليها حكايه الفش والوش نفس الواحد يا دليل يا وش البنان ما فيش يا دليل يا وش البنان ما فيش يا دليل يا وش البنان موجود في 1500 يا امشي يا ولدي ما سمعنيش امشي له يا دليل يا وش البنان ما فيش يا دليل يا وش البنان ما فيش يا فما البنان ولا يا دليل ما سماش بنان ايوه ما سماش بنان ويلزم الناس اللي يتكلموا برشا كلام يراجعوا الخطاب بتاعهم ويقولوا ويصرحوا العباد لأنه حتى البنان اللي موجود واللي اليوم يدعوا 300 درزونة في سوق الجملة دونك هذا الرقم معناتها أوفيسيال راهو باش يجي وقت معناتها نهارين ثلاثة جمعة راهو البنان اللي قاعد توا يتسوق 5000 باش يوفر باش يوفر تعمل على رواحها وتشوف حاجة أخرى تشوف مثلا الفريز احنا في باب سيدي عبد السلام بربي قداه يتباع هذيك الكيلو معناتها 7200 الكيلو معناها رطل 3600 3600 رطل هذاك ثم روزة ما تعرف هما ثم بليزير فاريتي توا اللي موجودين هما الكاماروزا اللي تبدا مكعبره هكا شويه مش حلوه برشا دليل للاسف مش حلوه تمشيو الكراميل اللي يمكن تبدا حلوه هذا البطيخ اللي يجي من الشبيكه ويجي من قابس هذا البريمير معناها يدخلوا تويكا ما عرفش ذوقوه يا صبري زعما هذاك ذقتك عيبه بنينه طلعت اي اي حلو حلو على قد ايه يبيع فيه على قد ايه يبيع بالكعبه ولا بالكيلو 600 الكيلو لبناني وعليه عيط له لبناني هذا قال لك لبناني اها البطيخ هذا لبناني بارا سيدي كتايب ولا حزب الله هذاك هذا ما نعرفش بالضبط قوات هذا الشامي هو الشامي هذا معاد ولا بشار هذا ياخذ شويه خضره قداش 3000 شويه ب 3000 غالي كم دينار و500 هذا 4200 الفلفل غاديك 4200 يا رسول الله اي 4200 هذا باب سيدي عبد السلام والبطاطا هذا بطاطا 500 هذه نتاع الجيل اي طماطم 2500 2250 والسبناخ هذا يا رب نوب علينا يا رب دينار الرطل الرطل القراع سيدي سي القراع سي القراع قداه ترى في القراع قال لك برهان 2000 باه باه معقول هذاك في وقت من الاوقات عمل 4000 في الاريا بقداش هذيك باه وهوني بدينار و500 ربطه بسل هكا ولا باه دليل قلنا الكاماروزا نعم برهان عموما تو هاك انت ولد السوق ويوميا في الاسواق هل خمسة ايام ستة ايام الاولانيين في رمضان فشلنا ولا نجحنا في محاصرة الأسعار؟ والله بقيت الأسعار كيف ما هي يا مرهان استنى خلينا نقول لك حاجة الفريز هذه الساعة الكراميل هذا الفريز كراميلك اللي يبدا مستطول وفيها كل اللقة اللقة هاي دونك فوالا هذا زاد كيف ب 3 دينارات و600 مليم أما هذايا الفريز وصل معناها بعد ما هبط 6000 في مرشي البرو وصل عمل قفزة في النهارين الأولانيين نتاع رمضان وطلع حتى ال 10000 واضح يعني اليوم راه ما نجموش نحكيو يا برهان مع ريال ما على هاو باش نتحكموا في الاسعار لانه حاجه ما نقولش مستحيله لكن نقول صعبه وصعبه جدا هذاك علاش لازم نحكيو على عقلنه الاسعار والعقل نتاع الاسعار هذه تجي بالتوافق وبالاتفاق ما بين الناس خلينا نوصلوا للحم بالله غاديك الحم فيسع يا دلي فيسع في ساعتين الحم قداش واصل عندك
38 لهنا ب 38 في باب سيدي عبد السلام 38 معقول معقول واضح ثلاث خلاص تحب تعمل سلايت على هنا الفجل بالدنيا اي 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 دليل الفجل بايع مع 10 قارب ما يسالش عندي الوقت يداهم فيا ارجع لي غدوه للحومات سبيسيال لحوم حمراء وين وصلنا بالضبط لا هاو 38 لهنا هكا هاو انا وصلنا له واحد وصلنا له ايوا انا يجي 700 جيش اي وانا ديما نقول هو السيد هذا راهو عنده توا مده طويله هو يبيع ب 38 ما زادش خليها كيف ما هي انا ديما نقول يا برهان 38 يزيد يزيد ديما ربي يجريها على السلاح ربي فضلك كنت معنا محمد علي الفرشيشي مباشره من باب سيدي عبد السلام هذه ميسيون بوسيبل في جزها الاولاني انتهت مرسي بوكو زياد الهاني مرسي بوكو نجيب الدزيري توحد الله نجيب ما تخممش برشا حليل الزوالي لا لا ما تخممش برشا ربي يجريها على السلاح ولاباس ملاحظه اذا كان تسمح انا نعرف اللي بعض التحليلات ربما ما تعجبش برشا فني من الناس ولكن نقول نحن فهمتني واجبنا ان نفكروا بشكل حر ونحطوكم في الصوره لكن في مطلق الاحوال نقولوا تواز كل ما تخافوش على بلادكم اكيد كل شيء نجم يتيح لكن باذن الله ما دام عندنا جيش وطني لاباس يا راجل قادر باش يحمي البلاد هذه ويوقف على ساقها 3000 سنه ماهيش لعبه رغم ولينا نتمسخروا بها وكذا ما تطيحش ما تطيحش ان شاء الله باذن الله الحفصيين مراديين حسينيين استقلال ما بعد الاستقلال كلهم تعدوا تونس بقات تونس خير ان شاء الله بقدرة ربي غفران الحسيني نستقبلوا بعد قليل في فقرتنا اليوميه نحن والاسلام ما زلتوا تسمعوا في كفى غير بعض الضبط ما يسالش دكتور سنحاول ان نتدارك في الوقت ونتحدث عن الاختلاف مباشرة يعني لماذا انقسم الإسلام السني على الأقل لن نتحدث على قسمة السنية الشيعية هذه مسألة يطول فيها الحديث صحيح سنة انقسمت إلى مذاهب وأئمة في تونس مثلا يصر تونس بلد مسلم مالكي ما نعرفش مصر شنية مصر حنبلية ولا شافعية شافعية مصر الشافعية في الشرق حنبلية في كذا يعني المغرب شنية المغرب مالكية سنة مالكية المغرب أي. الجزائر شوف المغرب العربي أي. كله مالكي المغرب تخزر لتونس وقيس أوي تأثير تونس التاريخي ليبيا زادة مالكية كلها مالكية هم متتونسون بطريقة أو بأخرى إذن لأنه تونس هي مركز الذي نشر فيه الإسلام في المنطقة المغربية حتى الأندلس زاد كانوا مالكية لأنه معناها متأثرين بتونس سطوة الحضارية لتونس وثقافتها وتاريخها وعلمائها وجامع الزيتونة وجامع القيروان هما اللي خلاو المنطقة الكل ليك على المذهب المالكي وشكون اللي جابوه خاطر المذهب المالكي جابوها التوانسة وأسد بن الفرات اللي خرج من تونس مشى للمدينة المنورة جلس إلى الإمام مالك الإمام مالك كان عنده منهجية في التدريس نتاعه كان الصباح يدرس يعني أهل مصر وبعد يدرس أهل المغرب وبعد يدرس خاصة الخاصة من طلبة العلم نتاعه وبعد يدرس العامة نتاع الناس كيف جاوا التوانسة أسد بن الفرات قالوا ادخل مع عامة الناس كان يقعد قدامه أسد بن الفرات ومن بعد مشاله قالوا يا إمام كان صعيب برشا الإمام مالك يعني ما يتسمحش في المسائل ذي قالوا أنا رجل غريب جئت من بلدي أطلب العلم وأنا أدخل مع عامة الناس كيفاش تخليني ندخل مع عامة الناس راني ما ننتفعش الأسئلة اللي يسألوا فيها أسئلة بسيطة وأنا جيت أريد أن أتعمق في العلم فقالوا الإمام مالك حبا في أهل إفريقية الإمام مالك بن أنس قالوا تدخل في أي وقت تحب عليه حتى من الصباح لليل أسد الفرات مشى للمدينة المنورة تعلم مذهب الإمام مالك وبعد التحق بالعراق تعلم مذهب أبو حنيفة النعمان عند تلميذ الإمام أبو حنيفة النعمان وبعد رجع لتونس هذه تأثير تونس توانسة عندهم علاقة بالمدينة المنورة علاقة روحانية كبيرة برشا توانسة وقت جابوا الإسلام العلم تاع الإسلام مش شهادتين فقط مشاوا للمدينة المنورة جابوا مذهب الإمام مالك مذهب أهل المدينة وقت اللي جبنا الرواية متاع القرآن الكريم ثم رواية مكة رواية أهل الشام رواية أهل العراق لا مشينا للمدينة وجبنا رواية الإمام قالون اللي هي رواية الإمام قالون عن نافع المدني عندنا ارتباط روحي بالمدينة المنورة ويحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة كبيرة مقبرة البقيع قريبة من المدينة هي قريبة من المسجد النبوي مقبرة البقيع بقيع أي وقت اللي الناس اللي تمشي للعمرة تعرف هي اللي دفن فيها الرئيس السابق بن علي هي اللي دفن فيها بن علي يعني ما علاقات شيء كبير معناها يعني صدف التاريخ أو طاقة
ترسلها إفريقية تونس تحديدا أي. للمدينة المنورة وتبادلها المدينة المنورة بحاجات لا تأتي على بال ولا تأتي في خيال. أي ثم بارشة تأويلات لأن التوانسة علاقتهم كبيرة، كان يحلفوا بكتاب الشفاء التوانسة، عندنا باب في جامعة الزيتونة اسمه كتاب الشفاء الإمام مالك، لا كتاب الشفاء قاضي عياض آه لكنه في حقوق المصطفى لأنه يروي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا باش نحكيو شوية على الحب ونحكيو على الاختلاف. بالضبط، الاختلاف أنا نحب نفهم يعني كيف نتعايش مع هذه الاختلافات في الأسرة في المجتمع في يليتني حتى في السياسة، ولكن ما نحبكش تدخلك في لغو السياسة، ولكن أنت تمن أنت لا وقع أنك مع الفصل بين هذا وذاك بين القيم على الأقل يعني كيف زعم النجم ولا نكونوا قاعدين نحكيه في المدينة الفاضلة الطوبوية. الاختلاف سنة كونية أي. جعله الله سبحانه وتعالى أي. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا أي. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي. مقصد رك مختلف، انت وزوجتك في الدار ركبين توا في الكهرباء هي تحب طيب طاجين ملسوقة وانت تحب طاجين عظمة روى ذيك السنة جعلها الله سبحانه وتعالى هيك. ما تقولش ليش بها قلقة بيا ودرى شنو وانا قلقت بها وما عادش نحمل هيك. انت كي تهز ولادك صغار في العيد الصغير واحد يحب صبات احمر والاخر يحب صبات ازرق تقول لهم لا اشريوا كيف كيف لا يقول لك كذا، قال الله في القرآن الكريم ان سعيكم لشتى ونحب ولدي كيفي هذيك كيف؟ لا 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 هكا قال ان سعيكم لشتى امام الاختلاف نقبل طبعاً. قال لديك من الاراء عدد ما لديك من الرؤوس أي. قدامك 10 رؤوس كل واحد عنده راي وكان الاختلاف قضيتنا مع الاختلاف البارحة طرحنا قضية الاختلاف في الأمور الأخروية هذه كمسائل عقائدية مسائل عقائدية لكن القرآن لم يطرح علينا قضية الاختلاف في المسائل الأخروية بل جعل الاختلاف سنة كونية والمطلوبين منه احنا ان نتعايش معه مش باش نكونوا كلنا كيف كيف. الامام مالك عندما كتب كتاب الموطأ جاء هارون الرشيد قال له يا امام مالك انا احمل الناس على الموطأ ونعلقه في الكعبة نعلقوا في الكعبة الناس كل تتبع الموطأ والمذهب المالكي، قالوا لا بتعلقوش، قالوا الناس عندهم آراء وعندهم اختلافات ينجم يجي شكون يأتي برأي فقهي يخالف رأي. الإمام الشافعي قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن قال مالك قال أبو حنيفة قال الشافعي قال الإمام أحمد لكن ما نقولوش ونختلفوا، لكن كيف نقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح والأمة تناقلته كابر عن كابر ومتواتر جيل عن جيل نقفوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، رفع الصوت فقط فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أنك تهز صوتك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة محرم، فما بالك أن ترفع رأيك فوق رأيه أو قولك فوق قوله. فالتوانسة كانوا يتحببون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون كتاب الشفاء في جامع الزيتونة ويحطوه في ديارهم لأنه فيه ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. من حب الصحابة للرسول هذه قصص يعني جميلة جدا، ماذا بين الناس يعني تعرف اللي الطاقة الموجودة في رمضان وعلاقتنا بالإسلام علاقة حب ومش علاقة إكراه، فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون. احنا رانا صايمين فرحانين بحبنا لله وحبنا لرسول الله. صحابي كان إذا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير عينه عن وجه رسول الله ما بدلش عينه من حبه لي، وكان إذا خرج مشي لخدمته ولا يقضي ولا مشي لحانوته كان قلبه يشتعل شوق وهو كان قاعد بحذه. فجاه شكاله قالوا يا رسول الله إني أكون عندك أكون هاني البال إذا فارقتك يا رسول الله يشتعل قلبي شوق لوجهك، ثم إني تفكرت في أمور الآخرة فعلمت يا رسول الله أنه إذا بعث الناس ودخلوا الجنة كنت مع الأنبياء ولا أكون معك، وذاك أصابني بحزن شديد أنه ما يكونش مع سيدنا في الآخرة. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب الرجل بعد فترة نزل قول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم، نجم أنا يا برهان نطلب منك حاجة بعد شهرين مو عاش تنساها تنساها. النبي لم ينسى هذا الرجل، قال لهم نادوا أخاكم فلان فنادوه فقرأ عليه الآية حتى هجع قلبه من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحبه احنا كيف نصوم ونحبه نصوم حبا في الله وفي رسول الله،
نحب كيف نتخلق بالاختلاف ونتخلق بالقيم متاعنا وأتسامح وأدفع بالتي هي أحسن تخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحبا في الإسلام. الإسلام نحن نحتاجه مش هو اللي يحتاجنا. راه ثم ناس مش في بالها عاملة مزية بالإسلام، لا ولا يعني مسلم ومع الناس، لا نحن نحتاج إلى الإسلام لأن الإسلام راه قاعد يعمل في نهضات حضارية في ماليزيا وفي إندونيسيا وفي دول أخرى. الإسلام قاعد ينتشر بينا والبلاش، نحن من يحتاجه، نحتاج إلى قيمه، نحتاج إلى مبادئه، نحتاج إلى رؤيته، نحتاج إلى تراثه، نحتاج إلى فلسفة فلاسفته، إلى علم علمائه، إلى فقه فقهائه. لا نتوقف عندهم ولا عليهم، لكن نبني على ما وصلوا إليه. لا نقوم بقطيعة مع تاريخنا، مع تراثنا، مع ديننا، مع نبينا، مع صحابتنا، مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن استمرار للأمة. هو اصطفاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. شوف الآية، أنت كمسلم أنت اليوم مصطفى مختار. ثم قال الله في القرآن الكريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أنت مختار في لوحة القدر، في لوح القدر أنت اسمك مختار أن تكون مؤمنا، أن تكون مسلما. ليش نحكي اليوم على الاختلاف؟ لأنه يضيق صدره، يضيق صدرك بمن يختلف معك. زوجتك تخالفك في رمضان يضيق بها صدرك، لا في الكياس يضيق صدرك. الزوز يختلفوا في رأي فقهي يتعاركوا ويكفروا بعضهم، لا. الإمام مالك بن أنس اختلف مع أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان الإمام الأعظم صاحب مدرسة الرأي، يقول برأيه وعقله. الإمام مالك صاحب مدرسة الأثر لأنه كان قريب من المدينة، عاش مع أبناء الصحابة فيعرف الأحاديث. والإمام أبو حنيفة كان في العراق وكان مجتمع عراقي مختلف متنوع، فيه أديان مختلفة، أعراق مختلفة، فكان مضطر أن يجتهد برأيه. اختلف معه في حديث، هو علاش يختلفوا العلماء. عندنا حديث يسموه في باب الفقه باب البيع بالخيار، نقول لك أنا يا برهان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا افترق التاجران تم البيع. نقول لك بعت لك التليفون هذه تقول لي شريت هات الفلوس 300 ولا 400 دينار افترقنا، انت روحت لدارك وانا روحت لداري. في الشريعة تم البيع، ما عادش نكلمك نقول لك رجع لي تليفون، لا خلصت واتفقنا. الامام مالك قال نعرف ان افترق في لغة العربي افتراق بالابدان، زوز تجار روحوا كل واحد من السوق ولا من المجلس اليوم فيه تم البيع. ابو حنيفة النعمان قال الافتراق يمكن أن يحمل على أنه افتراق باللسان، أقول لك بعت تقول اشتريت هات الفليسات، مازلنا قاعدين نحكيه في البرنامج. قال أبو حنيفة تم البيع. تلاميذ الإمام مالك قالوا كيفاش أبو حنيفة يفتي هالفتوى هذه، خالف فيها مالك وعشرة من فقهاء المدينة، ركبوا على النوق نتاعهم على الدواب وذهبوا إلى العراق. قالوا يا أبا حنيفة أنت تخالف مالك وتخالف علماء المدينة. قال فيما أخالف؟ قال تقول أن الافتراق عند العربي لا يكون باللسان، ونحن نعلم أن الافتراق يكون بالأبدان. تدري ما قال أبو حنيفة صاحب الرأي؟ قال وإذا كان التاجران في سفينة في قلب البحر كيف يمكن أن يفترق بالأبدان؟ قالوا أفتى مالك في البر وأفتى أبو حنيفة في البحر. فالاختلاف هنا رحمة، الاختلاف هنا رحمة، ما نكبروهاش، لأنه العلماء وقت اللي كانوا يختلفوا ما كانوش يسبوا بعضهم كيف اليوم. أبو حنيفة زار المدينة وكان لا يحب أن يسأل وهو في المدينة، أوفت ومالك في المدينة قالها لهنا. مالك قاعد وأنا لهنا يسألوا فيه الناس كيف أنا واحد مرة في العمر. هذه السياق التاريخي ما قلت أوفت ومالك في المدينة، هي قالها إذن أبو حنيفة النعمان عندما زار المدينة وكان يسألوا حول بعض القضايا، قال لهم أوفت ومالك في المدينة، في المدينة من تواضع، من تواضع كما قلوا زميل في السياسة مع بعضهم بالضبط. قالوا هذا كلام توا نتكلم. يا سلام يا سلام، دارت بيناتهم مناظرة هي. في المسجد النبوي كان تلاميذ مالك وراء مالك وتلاميذ أبي حنيفة وراء أبي حنيفة. الله. اختلفوا في مسائل، لما انتهى النقاش وهنا العبرة، يروي الحديث، يروي القصة الليث بن سعد عالم مصر تلميذ هذه المناظرة كانت في المسجد ده؟ في المسجد النبوي يعني. جو كبير هيك. قالوا هاتي في قضايا فقهية، في قضايا فقهية وعقائدية وإيمانية اختلفوا لا. في مسائل لا. قال الإمام مالك التلميذ ليث بن سعد هات منديل يمسح في العرق. قالوا ليث أراك عرقت يا إمام؟ عرقت مع أبو حنيفة النعمان؟ قالوا عرقت مع رجل لو ناقشك في هذه السارية من المسجد أنها من ذهب لأقام عليك الحج. والله.
قال فذهبت إلى أبي حنيفة قلت له يا إمام كيف وجدت مالكا؟ قال كنت مع جبل من العلم لا يفتوى مالك في المدينة. شوف الاحترام في التناظر. احنا اليوم يسبوا بعضهم يلي بيك اللي عليك انت يعني تصلي يدك بالقبض وانت يدك بالخفض يتعاركوا. دخلت المسجد بساقك اليسار اليسار خرجت من الملة بالضبط. فالعلماء كانوا يختلفوا لكن كانوا يديرون اختلافهم اختلاف بالرحمة. وهنا اختم بقصة قصيرة. الامام احمد بن حنبل كان عنده صاحبه اسمه علي ابن المديني زاروا في العراق. فالإمام أحمد بن حنبل استقبله خارج أسوار بغداد. فمن اللي هبط من الناقة نتاعه قال له بداوا يتناقشوا في مسألة. شنو هي المسألة؟ قال له هل أن العشرة المبشرين بالجنة هم من أهل الجنة قطعا؟ قال إمام أحمد قال بشرهم النبي وأنا أجزم أنهم من أهل الجنة قطعا. قال علي بن المديني أنا لا أجزم تواضعا بين يدي الله أستحي أن أقول فلان من أهل الجنة قطعا. رأي محترم اللي هي توا برا أقنع فيه شاب مازال يقراه وكذا وانت مال درشنية أنه راهو العشر المبشرين بالجنة ماهيش قطعية. أي ماهيش قطعية. قالوا واحترم رأيه. احترم رأيه الإمام أحمد بن حنبل. قال الإمام العنبري فعلت أصواتهما فخشيت أن يقتتل. ثم قبله الإمام أحمد قال ألا تسعنا أخوتنا وإن اختلفنا في مسألة. الله. دكتور غفران شكرا جزيلا. في نحن والإسلام. إسلام.